تسمعت صراحة دي حسين عموشة قال لي كانت تفاجئ بمستوى بعض اللاعبين، وكل صراحة هو دائما كان كيقول لك نتيجة أي مباراة مرتبطة بأداء اللاعبين، ولكن السي حسين عموشة أنك قراءة خاطئة فاش كتشوف دي باس اللعابة اللي كانوا كيعطيو دي باس خاطئين، علاش ما قمتيش بالشونجمون؟ كنشوفوا أن الشونجمون ديال المنتخب المغربي كان متأخر متأخر كثير، خصوصا أنه من نقدر نقول أنه دائما تنقول على السي حسين عموشة التصريحات ديالو واقعيين، حتى التصريح انا جاني واقعي، لانه الحاجه الوحيده اللي يقول ما فهمش شنو وقع في تيران، شكون اللي غادي يفهم؟ انا يعني هو اللي قريب المجموعه، هو اللي قريب الاجواء، حتى واحد فينا حنا هنا لا المتشبع لا المتشبعين غيكونوا عارفين، هو اللي غيكون عارف شنو فهم وشنو وقع وشنو هو الميساج اللي دوز لهم حجرات الملابس اللي قبل ما يطلعوا المباراه، اللي خلى اللاعبين انهم يبداو بهذيك المباراه، يبداو بهذيك الوجه وبهذيك الصوره اللي تمريرات خاطئه، التمركز ديال اللاعبين خاطئ، تعصب بعض اللاعبين، انذارات بمجان، يعني حتى لو كاع كون كاد المنتخب لو مره كنا غادي شحال من لاعب كنا غادي شيبي ما كانش غادي يلعبش الحداد ديزافيرتيسمو ما غايلعبش، يعني بزاف الحوايج، يعني حتى لو مرينا كنا غنقصوا مازال النقص، يعني احنا ديجا ناقصين ونزلوا نقصوا راسنا باشياء اللي اي مدرب ما يبغاش تكون عند اي لاعب، انه يكون شي لاعب يشد كره يضربها مع الارض ولا ياخذ انذار تاخذوا في لو جو و... تاخذوا في لو جو و... كره خرجات ما تقدرش ايفيتي، هما اصلا داكشي اللي كانوا باغين اللي يوصلوا اللعابه، انا جاوني داخلين عاشوا الكواليس اللي قلت لك كواليس الاسود، هما عاشوا هذوك الكواليس اللي ما خصهمش يعيشوا.